السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان في حد يسمعني يكتب لي إذا كان الصوت واصل عشان نبدأ في موضوع اليوم، لأن موضوع اليوم كتير رائع. وعليكم السلام. موضوع اليوم كتير رائع، وخصوصا أنه هو تخصصي. تمام يا نيفين، مرحبا ملاك ملاك أم براء، أهلين حسيبة أخته. حسيبة أخت فونيس، يعني رايحة تفهم الكلام اللي رايحة نقوله 100% إن شاء الله. يا ريت مختصين في الأختوفونية، يعني في التخاطب، يشاركوا يعني باللي يعرفوه في هذا الموضوع، خصوصا يعني انه انا راح اقول شغلات. مثلا الناس اللي بعمرهم ما دخلوا على القناة راح ينصدموا في المعلومات اللي راح اقولها، لانه الموضوع يخص طفل متوحد، ما يخص يعني بالنسبة لهم هذا الطفل المتوحد نازل من الفضاء. فالمعلومات الخاصة باللغة اللي احنا درسناها عن الطفل الطبيعي ما تخص هذا الطفل. بس اليوم اللي يسمع هذا التسجيل بطريقة يعني بطريقة تركيز، يعني ويهتم بالمعلومات اللي راح يعني أقدمها في هذا التسجيل، راح يعرف إنه التوحد بني آدم، وإنه اللي صار فيه ما صار فيه لأسباب غامضة. موضوع اليوم هو يعني هذا البرنامج، يعني إحنا أصحاب البرنامج كيف ننظر إلى التواصل واللغة، يعني كيف تناولنا هذا الجانب، يعني خصوصا أنه هو يعتبر من أهم الجوانب في التوحد. يعني شلون إحنا طفل لا يتكلم لا يتواصل، شلون حنعالج هذه المعضلة؟ أولا نبدأ هذا الموضوع الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لازم اللي يسمع هذا التسجيل أو اللي يدخل على القناة دائما يتذكر إنه طفل التوحد بني آدم، إنسان مثله مثل أي إنسان آخر. ما يعني يشيل من عقله هذيك الأفكار إنه مختلف، وانه عايش بلورة الكريستال، وانه ما قادر يطلع على العالم الخارجي، لانه العالم الخارجي مليان بالكذب والحروب والنزاعات، وهو يعني مكتفي انه يفضل في قوقعته هيك. هذا كله كلام فاضي. الانسان الله سبحانه وتعالى خلقه في احسن تقويم، ويعني خلقه هو يعني المخلوق الاكثر عظمة من بين كل مخلوقات الله في الأرض، وخلق له الله سبحانه وتعالى معجزة اللي هي معجزة العقل. ومعجزة العقل هي اللي تخلي الإنسان إنسان، يعني هي اللي تخلي الإنسان يختلف عن الحيوان. فيعني العقل هذا إيش فيه؟ فيه يعني فيه مثل ما احنا نقول options، يعني options الذكاء، يعني فيه كل تركيبات الذكاء. بياجي اللي هو عالم نفس كبير مشهور، يعني ما حد قده هذا العالم، وهو كمان طبيب، قام بالكثير من الأبحاث حول أولاده، شاف كيف الإنسان يتطور من الولادة لغاية ما يصل سن 21 سنة وأكثر. يعني يعني والعلم النفس للطفولة يتناول هذه النظرية بشكل يعني يعني بشكل كبير، خصوصا لو الواحد يروح يقرأ عن بياجي من 0 إلى 12 سنة، حيشوف العظمة تبع هذا الدماغ، شلون هذا الدماغ ينمو، وشلون هذا الدماغ هو عبارة عن ملايين الوظائف، وهذه الوظائف يعني متنوعة
وكلها متشابكة فيما بعضها. وهذا بياجي إيش يقول؟ يقول إنه اللغة هي الفكر. إيش يعني؟ يعني ما دام أنت تتواصل، ما دام إنك تقدم أفكارك، ما دام إنك قادر تستوعب اللي قاعد يصير حواليك، وأنت تقدم اللي فهمته يعني من أفكار، ويعني تعبر عن الأشياء اللي تفكر فيها، فهذا لغة. إيش يعني؟ يعني اللي ما عنده فكر ما يقدر ينتج لغة. يعني اللغة هي المرآة اللي تخلينا نعرف إنه هذا الإنسان له فكر، له فكر، وفكر الإنسان ليس ك يعني لازم نستوعب شغلة، إنه فكر الإنسان شيء عظيم. الإنسان ليس كالحيوان، يعني أشياء جدا معقدة تحدث في الدماغ يبينها الإنسان عن طريق تعبيره عن ذاته. لما نطرح سؤال ما هي اللغة؟ اللغة هي رموز صوتية ممكن أن نكتبها على ورق، ممكن أن نسمعها، ممكن أن ننتجها كصوت، وممكن أن نعبر عنها يعني بالحركة. هذه الرموز يعني نعبر فيها عن حالنا، هذه هي اللغة. يعني عندك رموز، مثلا أنا أقول شجرة، لما أقول شجرة كل المستمعين الحين من الوطن العربي مهما كان بلدهم، يعني من العراق، من مصر، من الجزائر، من المغرب، يعني شجرة يعني تجي في ذهنه صورة الشجرة. يعني أنا مجرد أنه أنتم ما قاعدين تطلعون علي، مجرد أنه رسالة صوتية وصلتكم، فهمتوا يعني أنا إيش حابة أقول. يعني أصلاً أنه أنا قاعدة أسوي تسجيلات وقناة وهيك، لازم يكون في عندي فكر أنتجه في شكل اللغة. اللغة هذه رموز صوتية في القناة، المستمع هيستوعبها، يعني فيها معاني. ليش أنا قاعدة أعرف اللغة؟ عشان لما الواحد يشوف طفل متوحد قاعد يقول أزرق أزرق أزرق، أحمر أحمر أحمر، من غير ما هو قاعد يعني إيش قاعد يقول، هذه ليست لغة. يعني عشان نتفاهم، ممكن أجيب أنا في حيوانات مثل الببغاء ممكن نتكرر الكلام، فهذه ليست لغة. إنه مجرد تكرار كلام ليس لغة. لما نتساءل ما هو التواصل، التواصل هو عبارة عن يعني عشان يتحقق التواصل لازم في واحد ينتج الرسالة، واحد يستقبل الرسالة، ولازم يكون في عنا رسالة. في التوحد ليس موجود هذا الشيء. يعني لما نقول اللغة والتواصل، الطفل المتوحد اللي قاعدين يدربوه بالاي بي اي، او هو ما دربوه، هو قاعد بس في البيت قاعد يردد اغاني طيور الجنة، والام تقول لك انا ابني توحد ناطق، هذه ليست لغة. يعني مع كل احتراماتي هذه ليست لغة. انه انا اقعد اردد اغاني او اردد كلمات وانا ما قادرة استعمل هذه الكلمات من اجل التعبير عن ما في خاطري، يعني ممكن انا بجوع، او ممكن اكون حزينة لانه حدا ضاربني او حدا مزعلني، او يعني انا هذه اللغة لازم اعبر فيها عن حالي، ولازم المستقبل يفهم انا ايش قاعدة اقول. يعني اقدم رسالة توصل للشخص الثاني، وحتى الشخص الثاني لما يتكلم وياي ويبعث لي رسالة أفهمه. يعني أنا عرفت اللغة وعرفت التواصل. طفل التوحد ما عنده لغة وما عنده تواصل، وحتى لما يروح على المراكز ما رح يعلموه لغة وتواصل، حيعلموه ترديد كلام مثل الروبوت. يعني أنتوا عليكم السلام، سلام سلام سلام، يعني
هل أنتم يعني مركزين مع اللي قاعدة بقوله ولا لسه؟ يعني مين اللي قاعد يسمع اللي قاعدة بقوله الحين؟ يعني هل من اعتراض لما نعرف إيش يعني اللغة ونعرف إيش يعني التواصل، بيبين بشكل واضح إنه طفل التوحد ما عنده لا لغة ولا تواصل. حتى لما تاخده على مركز ويتعلم يكرر كلمات، هذه ليست لغة. يعني مع احتراماتي للمختصين اللي مثلا يدربوا الطفل بالاي بي اي او الابا او الابيا، يعني الطفل مثلا بقول له انا يعني كرر وراي ازرق، وهو يفضل يقول ازرق ازرق ازرق، او يقول احمر احمر احمر. بعدين لما اخده معايا على المحل عشان اشتري له ثياب للعيد، بقول له بدك الازرق ولا الاحمر، هو ما يقدر يستعمل اللي تعلمه. اللون ما يعني له شيء. يعني الطفل هذا ما عنده فكر، ما عنده رسالة صوتية يقدمها لك. الرسالة الصوتية يعني في نظريات البراغماتيا اللسانية، الرسالة الصوتية هي شيء تحدث به تغيير. الرسالة الصوتية مثلا أو الرسالة اللغوية هي يعني مثلا أنا بقول لك اجلس، أو بقول لك اجلس، أو بقول لك اجلس، أو بقول لك يعني أطلع إيدي بقول ويعني وأفجر عيوني فيك وبقول لك اجلس، أو أقول لك بليز اجلس، أو أقول لك مثلا لا تواخذني اجلس. يعني أنا قلت نفس الكلمة بس عبرت عن هذه الكلمة بالصوت، بالتنهيدة، بالإشارات، بعيوني، بتعابير وجهي، عشان مثلا أنا عارفة إنك أنت أقل مني، أنا مديرتك، فأنا أحب أظلمك، أعطيك أوامر، فمن خلال كل هذا أعطيك الأمر اللي يبين لك أنت مين، يعني أنا أعلى منك. أو مثلا أنا بتكلم مع مديري، فمديري في الشغل مو حلوة، أقول له اجلس بالأمر، فأقول له يعني من فضلك اجلس. يعني وحتى ملامح وجهي تبين إنه أنا أكن له الاحترام، أو يعني اللي يدرس على البراغماتيا اللسانية. أيوة، ما في رسالة تفوت في الأوتيزم. يعني شوف الرسالة هذه، يعني في الحلقة التواصلية رسالة صوتية زائد جسدية زائد تعابير وجه زائد تعابير عيون. يعني لو قلنا كلمة واحدة تختلف من موقف إلى آخر. طفل التوحد ما عنده هذا الشيء، عشان نكون متفاهمين. لما تيجي أم تقول لي أنا ابني ناطق، وهو لما يتكلم وياي عيونه في السماء، ما يعرف يقول صيغة أمر، ما يعرف يقول صيغة إخبارية، أو صيغة يعني استفهام، أو صيغة يعني تعجبية، ما يعرف يعبر عنها بملامح وجهه. هذا كله يعني يبين إنه هذا الطفل ما عنده لغة، ما قادر يدخل في حلقة تواصلية. مثلا لنفرض انه في مركز او مختص شاطر علم الطفل كيف يعبر عن حاله، هون نقول انه الطفل لما مثلا يجي يقول لي انا ما بدي هذا، انا بدي هذا، ويعني بيعبر بالعيون وهيك، هون نقدر نقول انه هذا المختص نجح في انه يعلم الطفل اللغة والتواصل. إذا الطفل قاعد يقول أحمر أحمر أزرق أزرق، أو يقول مثلث مربع، ويمشي ويقول مثلث مربع في كل المواقف، وما يعرف يسوي التعابير الاستفهامية والجمل الإخبارية وهيك وهيك، يعني عشان ننتقل إلى نقطة ثانية، يعني هذا الولد ما عنده ولا لغة ولا تواصل. حتى لو دخل على مركز وظل فيه 10 سنين، وأمه وأبوه عطوا كل فلوسهم، وكان عند أشهر مختص في الوطن العربي أو في أمريكا أو حتى في المريخ، طفل ما يوصل لهذا المستوى من يعني للتواصل واللغة، ما عنده لغة وما عنده تواصل. هذا عشان نكون متفاهمين.
art de vivre. هل طفل سيما التوحد عنده مشكل اللغة؟ عليكم السلام أم سيرين. أنا يعني هون أتكلم عن التوحد، ما أتكلم عن، أنا ما أتكلم عن مثلا توحد خفيف، سمات توحد، توحد شديد، أو أنا ما يهمني الدرجات. أنا اللي يهمني أحكي عن أشد حالة، والبرنامج يطبق على كل الحالات، يعني التطبيق بدقة على كل الحالات. وأنا سبق وحكيت في هذا الموضوع، يعني أنا ما يهمني مثلا تقولي لي إنه ابنك كان مدمن شاشات وكل شيء تمام في التقارير الطبية، بس هو عنده مشكل طفيف في التواصل في اللغة وهيك، تبقي معاه البرنامج من الأول للنهاية بدقة. الاختلاف اللي يكون الحالات الشديدة تطولي معاهم، ممكن تكرري كل مرحلة من مرة إلى 3 مرات، بس الطفل اللي عنده حالة خفيفة ممكن في مرة تنجحي في تحقيق أهداف كل مرحلة وتخلصي معاه يعني بسرعة. أهم النقطة بدينا بها يعني التسجيل هذا هي أنه طفل التوحد حتى لو كان راح على المريخ عند الفضائيين واشتغلوا معاه بالأساليب المتطورة في التوحد، ويوصل أنه ينطق كلمات من غير ما يوظفها ومن غير ما يوظف ملامح وجهه في نطقها ومن غير ما يعبر بها عن حاله، فهذه ليست لغة وليست تواصل. يعني عشان نكون متفاهمين الحين، نتكلم عن الجدل اللي صار بين بياجي وتشومسكي. طبعا تشومسكي عالم لساني كبير، بياجي عالم نفسي وطبيب مشهور، يعني اثنيناتهم علماء عندهم نظريات ضخمة، يعني نظريتهم ضخمة جدا. أنا اللي مسكته في البرنامج مسكت الشيء اللي يهمني أنا كمختصة نفسية في علاج التخاطب، يعني اللي يهم هذا الولد أنا مسكت هذه المعلومات اللي تهم الولد واستثمرتها من أجل بناء البرنامج. هناك جدل صاير بين بياجي وتشومسكي مشهور جدا. بياجي يقول، يعني رغم انه بياجي يعني بيؤمن بالقدرات او البنيات الدماغية، البنيات المعرفية، بس هو يؤمن اكثر انه اللغة تكتسب من المحيط الخارجي، من التواصل مع الام، وتتطور كل ما الإنسان اكتسب مستوى لغوي، انطلاقا من هذا المستوى اللغوي يحتك أكثر بالمحيط ويكتسب مستوى لغوي أكثر، وهكذا لين يوصل ل يعني المستوى اللغوي اللي احنا نحكي فيه الحين. تشومسكي بيقول انه في الدماغ بنيات او قدرة في الدماغ هي اللي تخلي الإنسان ينطق ما لا نهاية من الجمل في أي مواقف. إيش يعني هذا؟ يعني مثلا أنا عندي ابني مثلا انولد اليوم، فأنا مو مضطرة أني أعلمه من اليوم لين 3 سنوات. مثلا أقول له يا ابني أنت بيوم من الأيام حتركب في الباص، حتلاقي شيخ وتحكي معاه في موضوع ما، احكي معاه يعني الجمل اللي حعلمك ياهم الحين، يخبيها هو براسه. بعدين اقول له بيوم من الايام تروح على السوق، ويعني الامر مو هيك. تشومسكي ايش يقول؟ يقول انه الانسان له قدرة عجيبة اللي هي الكفاية اللغوية، انه ينتج ما لا نهاية من الجمل يعني والتركيبات من أجل التعبير عن نفسه، يعني يلعب لعب في الكلام من غير أي مشكلة. يعني أنت تركب في طيارة أو تروح على المطار أو تروح على السوق، تحكي مع فقير أو غني، تحكي مع دكتور أو تحكي مع، يعني الكل تحكي معاهم بطلاقة بشكل فعلا معجزة، من غير حاجتك أنه أهلك زمان علموا كل هذه النصوص عشان تقولهم في هذه المواقف.
انت مو محتاج انك تخزن. طبعا انا هذا همني كثير في التوحد. ليش؟ لانه بياجي معاه حق، بياجي معاه حق، لانه اللغة ما جاية من الداخل، اللغة جاية مكتسبة، التواصل مكتسب، الكلمات مكتسبة، طريقة النطق مكتسبة من المحيط، من الأم، من البشر اللي يحيطون بهذا الولد، من تجاربه. يعني هذه استثمرتها في البرنامج. تشومسكي عالم اللسان الكبير يقول أنه الإنسان له قدرة أنه ينتج ما لا نهاية من الجمل والتعابير، وهيك استثمرتها في البرنامج على أساس أني أنتقد اللي قاعد يصير في التوحد. أنك أنت تدرب طفل توحد يقول كلمتين أو جملة أو جملتين ويعيش بهم طول حياته، هذا إجرام، لأنه الدماغ البشري أكبر من هيك بكثير. يعني هذا إن عاملت الإنسان بهذه الطريقة، يعني لازم تستوعب أنك قاعد تعتبره حيوان، ما قاعد تعتبره إنسان. لو قاعد تعتبره إنسان ما كنت عاملته بهذه الطريقة يعني بتاتا. علم الأعصاب يعني الحديث، نظريات علم الأعصاب الحديثة، يعني في كل شيء، يعني كان في جدالات كبيرة في الماضي، يعني حتى في سيكولوجية الأمومة، في ناس تقول مكتسبة وفي ناس تقول يعني موجودة فطرية. يعني وفي اللغة يقولوا إنه، يعني بياجي يقول إنها فطرية، يقول إنها مكتسبة، وتشومسكي يقول إنها فطرية. يعني كتير جدالات في كتير أمور، مو بس في هذه. إجا علم النفس العصبي الحديث وبين أسرار الدماغ، وإيش لاقى؟ يعني لاقوا في علم الأعصاب إنه الإنسان له قشرة دماغية، هذه القشرة الدماغية فيها ميكانيزمات، فيها قدرات تنولد مع الولد، بس هذه القدرات مو مشغلة، عشان تتشغل لازم محيط، فاثنيناتهم معاهم حق، بياجي وتشومسكي. يعني لما ندرس عن علم الأعصاب الجديد، عن الخلايا العصبية، عن الميلين، عن المشابك العصبية، نفهم إنه ثنيناتهم معاهم حق. شلون ثنيناتهم معاهم حق؟ يعني أعطيكم نظرة ممكن تكون شوي صعبة على الناس اللي منهم في التخصص، بس إنه أنا أحاول أبسطها عشان لما يروح يدور عليها في الإنترنت يفهمها بسهولة. يعني لازم صور ولازم كثير شغلات عشان الواحد يفهم اللي رايحة أقولها الحين. الإنسان عنده دماغ، هذا الدماغ فيه قشرة دماغية. الأمهات ممكن تفتكر يوم عيد الأضحى لما نذبح الكبش أو الخروف، يعني في المخ، في طبقة فوق في الدماغ لونها وردي وداخل كله أبيض. هذه الطبقة هي عبارة عن شريحة إلكترونية بامتياز، الله سبحانه وتعالى خالقها، يعني يبدأ يكونها في مرحلة جنينية. الولد لما ينولد بيها، يعني تكون مكتملة من ناحية التشريحية أو العضوية، تكون مكتملة، يعني فيها العدد النهائي تبع الخلايا العصبية. ليش سميت، يعني هي القشرة الدماغية سميت بالمادة الرمادية. ليش سميت بالمادة الرمادية في الدماغ؟ لأنه لما حطوها تحت المجهر هي عبارة عن رؤوس للخلايا العصبية، والرؤوس الخلايا العصبية فيها نواة، كل رأس فيه نواة سوداء، فلما تحطها تحت المجهر تشوف يعني الرأس هذا أبيض وداخله نواة، فلما تكون كتير يعني ملايين، يعني يحطوا نسيج فيه ملايين الخلايا، يبين من بعيد أنه رمادي. والمادة البيضاء، المادة البيضاء ليش سموها مادة بيضاء؟ هي الجسم الخلية يكون نازل منه مثل الساق، يعني محور الخلية، هذا المحور يكون طويل يربط الخلايا بالأعضاء وبالحواس، عشان الدماغ، هذا الدماغ يتحكم في كل الجسم.
اللي يصير انه الولد ينولد بهذا يعني الولد ينولد بهذا التركيبة يكون طبيعي. لو صار في أيوة رجع لما ينولد الولد يكون عنده هذا القشرة الدماغية ويكون عنده المادة يعني المادة الرمادية والمادة البيضاء. إذا كان فيها مثلا صار نقص أكسجين أو في المرحلة الجنينية الأم تناولت أدوية خطيرة أو صار شيء هيك يعني يصير إصابات في الدماغ. لو صارت إصابات في الدماغ هون ليس توحد. لو صارت إصابات في الدماغ يعني هذه الشريحة الإلكترونية أصيبت بالتلف. يعني هون ما عاد المشكل يعني ما عاد المشكل مشكل غامض. إنه إحنا عرفنا في ضمور في الخلايا أو إصابات دماغية وهذا مو موضوعنا اليوم. يعني اللي صاير إنه في أول شيء يكون في خلايا عصبية متشابكة فيما بعدها بس يعني متراصة عشان ما نقول متشابكة متراصة في جنب بعض يعني 100 مليار خلية عصبية اللي الإنسان حيعيش بها طول حياته. هذه 100 خلية عصبية ما رح تتكاثر رح تفضل نفسها. المشكل إنه بعد الولادة الطفل في قشرته الدماغية ما في تغطية. إيش يعني تغطية؟ يعني لنتصور إنه كل خلية عصبية من 100 مليار خلية كل خلية عصبية عبارة عن موبايل. يعني تخيل 100 مليار موبايل بس ما في تغطية ما في شبكة فما في خلية تقدر تتصل على الثانية. عشان هيك الطفل لما ينولد ما يعرف يمشي ما يعرف يفكر ما يعرف يتكلم ما يعرف حتى يشوف يعني نظرة ضبابية يسمع سمع مختلط ما قاعد يفهم إيش قاعد يعني يسمع مجرد صوت بس ما يعرف اتجاه الصوت فوق تحت وراء يمين ما يعرف كل هذه الأمور ما يعرف إنه هذا صوت إنساني هذا صوت دجاجة هذا صوت يعني صوت بعيد قريب ما يعرف الأشكال الألوان. يعني السمع والبصر واللمس والذوق والشم يعني الحواس كلها وحركته كلها ما في تغطية في الخلايا في الدماغ. في بعض المناطق تكون شوي فيها تغطية لأنها طورت أثناء المرحلة الجنينية مثلا الحركة إنه الطفل كان يتحرك في بطن أمه فصار في كهرباء في بعض المناطق يعني صارت مشغلة بس بدائية يعني هي بدائية جدا. فالطفل يعني بعد الولادة كأنه جهاز كمبيوتر ما في بروجرام ما في سيستم. إنك عندك كمبيوتر اشتريته من أمريكا أغلى ماركة منه ما في ولا إصابة يعني مطلعه من علبته هيك لمع يلمع لمع هذا هو البيبي بس ما في سيستم. عندك السي دي أو الفلاشة اللي فيها السيستم محطوطة على جنب وعندك كمبيوترك لو طلعت لسابع سما ونزلت ما تقدر تشغله لين تطلع عليه السيستم. سيستم الطفل الصغير وين؟ عند حضن أمه. لازم أمه تطلع له سيستم عشان بعدين يعني حتى الكمبيوتر مثلا لو ما طلعت سيستم ما تقدر تطلع الوورد ما تقدر تطلع PDF ما تقدر تطلع ألعاب على كمبيوترك. بس لو طلعت السيستم حتطلع اللي بدك إياه بعدين حتطلع كل الأوبشنز على كمبيوترك. يعني الطفل اللي ينولد الحين عنده بعض المناطق يعني شيء قليل جدا قليل يعني ما يمكنه انه يمشي او يركض او يتنطط او يحكي او يصارخ او يعني يصارخ بطريقة إرادية ما عنده ولا إرادة. عنده بس بعض المناطق اللي تطورت أثناء المرحلة الجنينية مثلا سمع الصوت الحركة شوي في مثلا تذوق سائل الأمنيوسي لما كان في بطن أمه فهذه خلت بعض المناطق تشغل بس بطريقة بشكل بدائي جدا. فلما ينولد الطفل عنده شريحة كمبيوتر ما فيها تغطية وعنده محاور الخلايا اللي هي تربط هذا يعني هذه القشرة الدماغية بالجسم حواس وحركة وعضلات وكل شيء هذه تكون ما فيها كهرباء يعني يكون
طفل جديد اجى على الحياة، كيف نطلع له سيستم؟ لازم تتشغل الحواس وتتشغل حركة الولد، يعني عشان يقدر بعدين يبدأ يلتقط معلومات يطلعها مع المحاور أو الألياف العصبية لين توصل للقشرة الدماغية وتتشغل. كل ما يكرر الطفل، كل ما يكرر الطفل تشغيل منطقة ما في الدماغ، كل ما ظهرت فيها المشابك العصبية. أعطيكم مثال، مثلاً طفل قاعد يشم ريحة في أمه، هذه الريحة كل ما شمها كلما راحت هذه الريحة لمنطقتها اللي الله خالقها عشانها في الدماغ، وهي موجودة عند كل بشر في نفس المنطقة. المنطقة الشمية في الدماغ يعني نفسها اللي في دماغي في دماغك، يعني نفس المنطقة، ما في حد عنده البصلة الشمية فوق، يعني فوق خشمه على طول في الدماغ، وآخر في مثلا في الفص الخلفي أو الفص القفوي. كلنا عندنا نفس الخريطة في الدماغ، نفس الخريطة في الدماغ هذه ليست مشغلة. فالله سبحانه وتعالى إيش مسوي؟ مسوي حضن الأم. ليش حضن الأم بالتحديد؟ لأنه حضن الأم هو اللي يكون ملتصق بهذا الطفل. حضن الأم هو اللي يكون ملتصق بهذا الطفل. ليش؟ لأنه حواسه مو مشغلة، فلازم له حدا ملذك فيه على طول، يعني جسم يعني ما يفترق عنه، يعني بيتعامل معاه وهو في حضنه، يعني ملذق، يعني جلد الطفل ملذق بجلد أمه، فقاعد يكتسب كثير معلومات من حواسه. هذه المعلومات تطلع في الألياف العصبية في شكل سيالة عصبية، وتطلع على القشرة الدماغية للمنطقة اللي الله خالق فيها تحليل المعلومة هذه بالذات. تبدأ في كهرباء هناك، بعدها على طول تبدأ تظهر المشابك العصبية. فاللي ما حضنته أمه بشكل كافي في مرحلة من 0 إلى 6 شهور ما رح يشغل القشرة الدماغية، ما رح يعني الحواس ما رح تفتح، ويظل الطفل ما في تواصل. يعني في ناس ما قاعد يفتح عندهم ما أدري ليش. فيعني الطفل لما ينولد يلزق في أمه يكتسب كثير معلومات حسية حركية تدخل عبر الحواس والعضلات، تتحول إلى سيالة كهربائية تطلع على الدماغ، تشغل القشرة الدماغية في المكان المخصص لهذه الوظيفة وليس غيرها، يعني تتشغل يظهر وراها مشابك عصبية. في سنة ونص الطفل يبدأ يختار إيش المناطق اللي تكررت فيها الوظيفة أكثر، فيبدأ يصبغ الألياف الوظائف اللي تكررت أكثر بمادة الميلين. وأي منطقة يصبغ أليافها بمادة الميلين هي منطقة ستدوم، راح يعتمد عليها يعني في المستقبل.